النهاردة عيد عظيم في جسدنا، عيد حرم الروح القدس، عيد بناء الكنيسة، عيد نور الحصاد، عيد البرقليت، عيد الأنوار، مسميات كثيرة، لكن عيد رائع جدا. كل إنسان مسيح يكون متألم وفرحان لأن النهارده عيد حضور الروح القدس على الكنيسة، عيد تأسيسها، عيد تنفيذ الكنيسة وترتيبها. الروح القدس رتب الكنيسة للإنجيل، إذ هو الذي كتب الإنجيل، كتب الكتاب المقدس كله، لأنه لم تأتي نبوة القط لبشير إنسان، بل تكلم أناس الله قديسون مسوقين من الروح القدس. رتب الكنيسة للأسرار، رتب الكنيسة للمواهب والثمار في كلمات قليلة. ربنا يسوع المسيح النهارده يقول لنا متى جاء ذاك فهو يخبركم بكل ما قلت لكم. النهارده في كلمات قليله هنتكلم عن روح القدس في الكنيسه، كنيسه عامه وفينا احنا ككنيسه خاصه. ومعنى كلمه كنيسه خاصه هو البيت المسيحي او الذات، الانسان المسيحي، فرد المسيحي. الروح القدس عمل في الكنيسة الأولى لما كونها أنه أعطى روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والنصح لدى التلاميذ، وادالهم كمان ألسنة لكي يلتزموا، لأن ربنا يسوع المسيح قال لهم قبل أن يصعد للسماء لا تبرحوا بأورشليم حتى تنالوا قوة من الأعالي. فصلوا التلاميذ قاعدين 10 أيام بعد صعود ربنا يسوع إلى السماء يصلون ويسبحون الرب ويكسرون القدس ببساطة قلب وابتهال وفرح. ويوم 50 حل الروح القدس عليهم وأعطاهم ما ينقص الواحد يكملهم، لأن مفيش إنسان كامل إلا في المسيح يسوع والروح القدس. ففي يوم 50 وكل الناس كانوا موجودين، الآباء الرسل 11 و120 أخ آخرين هم من الأعضاء المريم ومحبين الروح القدس، حل على التلاميذ وأعطاهم الألسنة النارية اللي كل واحد يتكلم بلسان آخر من لسانه. مرمرقس مثلا كان من ضمن 120 أخ اللي كانوا موجودين، برضه خد الإنسان القبطي، يعني عشان كده لما راح اسكندرية الناس بيحملوا لأنه بيتكلم بلسانهم. والناس اليهود الشتات اللي كانوا جايين من مصر برضه، لأن ده كان يوم عيد عظيم عند اليهودية اللي هو عيد 50، فكان كل يهود الشتات بيجوا الدنيا كلها وشايفين في هذا العيد. فالأطباء اللي كانوا موجودين سمعوا القديس مرقس بيتكلم بلسانهم، ودي كانت البداية، وهكذا. طيب ده بخصوص الألسنة، الألسنة لينا دلوقتي علاقة بيها لك، ملهاش أي قيمة دلوقتي الألسنة. ليه؟ لأن طبعاً نبص نلاقي في ناس تقول لك إيه؟ من علامات الروح إن الإنسان يتكلم بالألسنة كده غير مفهومة. ده القديس بولس أريد أو أود أن أصلي 5 كلمات بفهم أفضل من 10,000 كلمة بدون سهم أو فهم. يبقى إذا العبرة مش عبرة إن الإنسان يتكلم بألسنة وخلاص، لكن المفهوم إيه من أو الهدف إيه من التكلم بألسنة؟ إن الكرازة توصل للناس اللي ما تعرفش لغة الأمل. فربنا يديهم مثال جديد عشان تكلمهم ويفهموا الكرازة. لكن دلوقتي كل العالم أصبح يعني في وقت ما كان كله العالم مسيحي، وكل العالم خلاص اللغات بقت مكتسبة، مش محتاجة واحد يحل عليه الروح القدس عشان ياخد لسان جديد، بل اللغات مكتسبة دلوقتي
من العلم والثقافه الحديث. فلما تلاقي في انسان عمال يبرطن بشويه كلمات كده ويقول لك ده حقنا ده روح القدس، لا دي كده مش حقيقيه. ليه؟ لان روح القدس يدي الحكمه، يدي الفهم، يدي النصح. الانسان يفهم من قدامه يقول ايه يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه الحكمه بقى، الحكمه الكنسيه، الاداره الكنسيه. يقول لنا ربنا النهارده في البولس ان الروح القدس ما بيديش كل الناس كل المواهب وكل الثمار. في واحد يديله التعليم، في واحد يديله الاداره، في واحد يديله صفه الحلم، في واحد يديله التعليم، في واحد يديله الحكمه، في واحد يديله القوه. مواهب متعدده، في واحد يديله خلق الشياطين، في واحد يديله صنع المعجزات. هكذا الكنيسه تتكون بالمواهب المتعدده، مش كل المواهب واحد وكانه ما عندوش. الله عادل ويوزع المواهب بتاعته بالروح القدس لكل انسان له موهبه خاصه وان كان هو مش دريان، لكن اكيد عنده موهبه خاصه. انا من ناحيه بقى الثمار فبيدي للمؤمنين ثمار رائعه جدا. لما نقرا في رساله غلاطيا 4:5 بيتكلم عن الروح القدس وعمله فينا والثمار اللي بيديها فينا، يقول 9 ثمار رائعه جدا ما تجدهمش الا في الانسان المسيحي الممتلئ بالروح القدس. يقول اما ثمار الروح القدس فهي محبه، فرح، سلام، طول، صلاح، ايمان، وداعه، لطف، الى اخره. 9 ثمار. ارجوكم النهارده لما نروح البيت نفتح رساله غلاطيا كلها عباره عن 5 اصحاح او 6 اصحاح، اقروهم كلهم وركزوا قوي قوي في ثمار الروح القدس. افحص نفسك، هل الثمر ده عندك انت؟ ثمرة المحبة عندك؟ إذا ما كانتش عندك تطلب منه يديك، وهكذا. كل الثمار عدى عليها واحدة 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 كده. عشان كده هي دي النقطة اللي عايز أتكلم فيها، هي من ناحية عمل الروح القدس في أنا ككنيسة فرعية من الكنيسة الكبيرة دي، من الكنيسة الكبيرة أنا كشخص في حد ذاتي ككنيسة. طيب وفي البيت، بيتي أنا أيضاً كنيسة. أنا واحد من ضمن الكنيسة اللي في البيت، والكنيسة اللي في البيت دي كنيسة صغيرة داخل الكنيسة الكبيرة كلها. لازم كل الكنائس دي اللي في الكنيسة الواحدة دي تكون مملوءة من مواهب الروح ومن ثمار الروح القدس. ثمار الروح القدس اللي خلت الوزير إبراهيم الجوهري أو رئيس وزراء إبراهيم الجوهري ان يحول الشر الى خير بحكمه رائعه جدا. مين اللي وصله للحكمه دي؟ الروح القدس مش من نفسه، لكن ممتلئ بالروح القدس. لما الانسان الغير المسيحي شتم اخوه جرجس، وجرجس جه متنفس كده وقال له اعمل ايه يا اخويا، انت شخص عظيم في الدوله وانا مهم. قال له خلاص اسكت ما تتكلمش خالص وانا هقطع اللسان. ما يقصدش طبعا لسان العضو، ولكن يقطع يعني يقصد انه يقطع لسان الشر. فحمل عربيه من خيرات الله وقال له خد العربيه دي وهي محمله كده ووصلها للبيت الفلاني الفلاني. الراجل اللي هو غير مسيحي شاف الحاجات دي محمله وقال له ده من سيد الفلاني الفلاني. قال له يا ده بقى انا امبارح ولا اول امبارح اشتم اخوه والعم واجرحه واهينه هو يعمل كده معايا. ده لازم اراجع نفسي واشوف الناس بتفكر ازاي. يقال في التاريخ ان هذا الانسان تتبع سيره القديس ابراهيم او المعلم ابراهيم الجوهري وصار مسيحيا بسبب قوه الروح العامله في هذا الانسان الفاضل القديس. نهايه احب اهنيكم تهنئه خاصه ونهني انفسنا ونقدم التهنئه ايضا لصاحب المياه في الخطر الكريم بالبعيد باطراف المجمع المقدس بدير القديس الانبا انطونيوس ديكوبر سيفن بوم في النمسا. فباسمكم بنهني سيدنا وبنهني انفسنا بهذا الخبر العظيم. في خبرين حلوين طبعا. القديس بابا كيرلس ما تعرفين خلصنا من زمان، بنعمل له احتفال 9 مارس وبنهتم بيه القديس احنا متاكدين من قدسه. لكن من ناحيه تاريخيه بقى لاول مره، لان طبعا انتم عارفين ان بعد مرور 50 سنه على مياه القديس المجمع المقدس يعتبر
لكن عشان تقص البابا كده بس سيكو عالي جدا وعالي بمعجزات شديدة قوي فالكنيسة اختصرت المسافة وقفت بخلاص البابا كيرلس السادس بدري شوية. فبرضه الخبر يفرحنا كتير. من حق دلوقتي أي قصه ممكن يبني الكنيسة على اسم قديس البابا كيرلس السادس اللي كده كان لا. من حق الكنيسة إنها دلوقتي تحط أيقونة تبشر بالميمون باسم خلاص البابا كيرلس السادس، يعني صورة خلاص البابا كيرلس الموجودة في الكنيسة تبشر بالميمون قبل كده لا. وهكذا في حاجة وممكن كاهن يترسم باسم القس كيرلس السادس، مش كيرلس بس، لا كيرلس السادس ده أصبح لقب كامل اسمه مركب. يعني ممكن خلاص البابا لما يجي يرسم كاهن أو القس يرسم كاهن يرسم كاهن باسم القس كيرلس السادس. الخبر الثالث هو اعتراف المجمع المقدس بقدارة الأرشدياكون حبيب جرجس اللي احنا كل القدوس الأطباق القدوس في العالم كله جايين له بالفضل. ليه؟ لأن هو اللي أحيا الكلية الإدراكية وأنشأ مدارس الأحد اللي خرجت البطارقة وخرجت الآباء الأساقفة والمقارنة والأساقفة والكهنة، وهو يعني الأطفال بتوع مدارس الأحد دول النهاردة المفروض يكون الدرس عن القديس حبيب جرجس، ونشرح لهم انه كان طفل صغير زيهم بس اتربى بيه كويس واهتم واصبح عنده غيره، وازاي الغيره دي هي وصلته بان هو ينمي كلمه الرب في كل مكان وفي كل كنيسه. فانا بهنيكم باسم صاحب النيابه الحقيقيه المهمه جبريل، بنهنيكم بالثلاث حاجات دول: اعتراف المجمع المقدس للبابا كيرلس السادس، بقصه المرشدين والحبيب جرجس،